يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن جليس مهم جدا، جليس وهو جليس البساطة. كلنا مين فينا مش عايز يبسط له في صدره، مش عايز يشرح صدره؟ وعشان كده احنا النهاردة هنختم بسبعية اسمها سبعية الشرح، عشان يبقى ربنا سبحانه وتعالى نلوذ بالله سبحانه وتعالى عشان يبسط لنا في صدورنا ويشرح صدورنا. والسبعية دي مجربة في شرح الصدر. السبعية دي تعالوا نرفع ايدينا للسماء وندعي مولانا الباسط عشان يبسط علينا رزقه، ونقول يا كريم فضلك عظيم فلا تحرمني جودك، يا لطيف همي كثيف فأزل عن قلبي وهمي، يا مجيب قلبي كئيب فسارع في سعدي، يا سميع كيف أضيع وأنت سندي ومددي، يا فتاح جد بالسماح وافتح لي باب وصلك، يا واسع من ضيقي دامع فأدخلني في وسعك، يا رحمن إن دار الزمان فثبتني على حبك. نكرر تاني السبعية. يا كريم فضلك عظيم فلا تحرمني جودك، يا لطيف همي كثيف فأزل عن قلبي وهمي، يا مجيب قلبي كئيب فسارع في سعدي، يا سميع كيف أضيع وأنت سندي ومددي، يا فتاح جد بالسماح وافتح لي باب وصلك، يا واسع من ضيقي دامع فأدخلني في وسعك، يا رحمن إن دار الزمان فثبتني على حبك.